يوجد مشروع قانون المالية المعدل الآن في البرلمان، وقد أعدته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا على المغرب اقتصاديا واجتماعيا. لتحليل أهم مضامين هذا المشروع ينضم إلينا الدكتور ناجي بصومعي، وهو باحث اقتصادي ومحلل مالي. أهلا وسهلا بكم، نحن سعداء باستضافتكم. أهلا وسهلا سيدتي، وأنا أسعد. شكرا لكم. يوجد مشروع القانون، قانون المالية المعدل، هذه الأيام في البرلمان. في نظركم ما هي أهم النقاط التي جاءت فيه؟ أولا هذا المشروع جاء استجابة لظروف طارئة نتجت عن تبعات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا. طبعا كان من المفترض والمفروض أنه جاء ليكون بمثابة آلية التعافي وآلية الإنقاذ بالنظر للانعكاسات كما قلت. لذلك فالثلاثة محاور الأساسية التي جاء بها قانون المالية المعدل أعتقد على أنها تجيب إلى حد كبير على الإشكاليات الموجودة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي. أولا دعم استئناف تدريجي للأنشطة الاقتصادية بشكل كبير عبر دعم المقاولات، وكذلك توفير آليات أكثر ليونة على مستوى التمويل وكذلك على مستوى الضمان. بالنسبة للتمويل كانت هناك يعني آليات مرتبطة أولا بتخفيض يعني سعر الفائدة الرئيسي من طرف البنك المركزي، وكذلك يعني تقديم الحكومة لعروض من شأنها أن تمكن الأبناك من توفير آليات تمويلية مهمة تصل إلى مستوى لا يتعدى 3.5%. كذلك كانت هناك النقطة الثانية المرتبطة بتعزيز المناعة الاجتماعية لا ريزيليون سوسيال عبر المحافظة على مناصب الشغل. هذه النقطة هي مهمة جدا بالنظر للتبعات التي أتت بها الجائحة، حيث شاهدنا أن عددا كبيرا من دول العالم فقد نسب كبيرة من الشغل، كذلك كان هناك موت لعدد كبير من المقاولات. لذلك فالدولة ربطت يعني استمرار دعم مناصب الشغل يعني استمرار دعم المقاولات بالحفاظ على 80% من مناصب الشغل. كذلك كانت النقطة الثانية التي هي المرتبطة بتقوية الإدارة المغربية، وهذا مطلب تاريخي كان من الواجب يعني أن تعمل الحكومة عليه، واليوم هناك إشارات قوية من أجل الشروع في هذا الورش. طيب دكتور، هل كل القطاعات الأولوية أخذت نصيبا هاما في هذا المشروع المعدل؟ من الطبيعي أن المشروع المعدل يحل مشاكل، ولكن هناك مشاكل تستمر. طبعا كان الهدف هو الحفاظ على مناصب الشغل، لذلك فهناك دعم تقريبا بشكل أفقي فيرتيكال لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية طبعا، وكذلك القطاعات المرتبطة بالتشغيل الحكومي المرتبط بالضرورة، على اعتبار أن هناك قطاع الصحة وقطاع الأمن وكذلك القطاعات المرتبطة بتدبير عملية الجائحة. الأكيد هو أن أريد أن أفتح قوس إذا سمحت دكتور، هل تفضل. الإجراءات التي اتخذت لتمويل قطاع الشغل والحفاظ عليه هي كافية وفعالة ناجعة في رأيك؟ أعتقد هي آلية من الآليات المتاحة. بالنسبة لي نعلم جميعا أن صندوق كورونا الذي يعني تم إحداثه في ظل الجائحة سيستمر في دعم المقاولات إلى آخر السنة شريطة الحفاظ على 80% من مناصب الشغل. طبعا هذا الدعم ليس تقنيا هو مهم، ولكن ليس بالكافي، على اعتبار أنه يجب أن نطور آليات للدعم الجبائي، كذلك آليات للدعم يعني المرتبط بالأسواق، المرتبط كذلك بمناعة الأسواق، على اعتبار أن المقاولات يعني تحتاج إلى منظومة أسواق قوية ومتشابكة ومرتبطة. لذلك فهذا شرط مهم، لكن يجب كذلك الاستمرار في دعم الطلب الداخلي عبر آليات تتيح أن تكون هناك إمكانية استهلاك يعني قوية ومستمرة في من ناحية الوقت من أجل أن تتمكن المقاولات من التفاعل. يمكن أن يكون هذا الكلام عمليا بعيدا نوعا ما عن السوريالية، خاصة وأن الظرفية استثنائية وصعبة، الأمر عسير ليس بالهين في الظرفية الحالية. صحيح صحيح، لأن نعلم جميعا أن
حتى الفرضيات الموجودة هي فرضيات وقتية وظرفية. يعني هناك ارتباط كبير بالوضعية في العالم اليوم، في كل يوم هناك أرقام جديدة. يعني قبل يومين كانوا يقولون على أن الانكماش في أوروبا سيكون 8%، اليوم 10%، والموضوع سيكون أكبر وهي الزبور رقم واحد. لذلك فأعتقد على أنه بالنسبة للظرفية الحالية هي أمور متاحة وممكنة، يمكن أن تساعد على التعافي، لأن اليوم كلمة سر هو التعافي، وتعافي المقاولة هو المدخل الأساسي لتعافي المنظومة الاقتصادية بشكل عام. لذلك فالإمكانيات المتاحة الآن هي إمكانيات أعتقد على أنها أوليا للإنقاذ، ويمكن أن يعني في بعد 3 أشهر أو 4 أشهر أن تتضح الصورة، لأن المشكل الموجود في أزمة كورونا هو كيفية نموذج التعافي. اليوم نحن نقول أن نموذج التعافي والتوقع كذلك دكتور إذا سمحت. صحيح، لأنه المعلومات تتغير كل يوم، الأسواق تتغير بشكل كبير. لذلك فاليوم نقول على أن التعافي سيكون على شكل نموذج U، أو ما يصطلح عليه باليو شيبد ريكوفري، يعني هناك إشكاليات على المستوى الفصل الثاني والفصل الثالث، وستبدأ يعني نبدأ في التعافي ابتداء من الفصل الرابع، على أساس أن نخرج من منظومة يعني الركود ابتداء من السنة المقبلة. هذه هي محاكاة اقتصادية، ولكن الواقع يحتاج لمزيد من التريث لفهم الموضوع أكثر، لأن اليوم هناك الحديث عن موجة ثانية، هناك الحديث عن إشكالات مرتبطة بالأسواق يعني الخارجية. لذلك فأوليا أعتقد بأن هذه التدابير هي الاحترازية، وكذلك التدابير التعافي أعتقد بأنها مهمة في انتظار أن تتضح الصورة اقتصاديا أكثر. طيب دكتور، هل الإجراءات التي جاء بها هذا القانون للتصدي لتداعيات كورونا خاصة في المجال الاجتماعي كافية؟ أولا المهم في قانون المالية المعدل هو أن هناك توجه لترصيد يعني ما يصطلح عليه بصناعة الاستقرار، لاندستري دو لا ستابيليتي. هذا الوضع كانت أولى. لأن لسنا كلنا اقتصاديين دكتور. عفوا يعني في المهم في العملية هو أنه المهم أنه سيتم دعم المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل خاصة في القطاع الخاص، على اعتبار أن هذا الموضوع سيمكن من تعزيز المناعة الاجتماعية بالبلاد، وكذلك سيمكن يعني الأجراء من الاحتفاظ بمناصب شغلهم وتفادي أي سيناريوهات لفقدان هذه المناصب، وهو أمر مهم جدا. المهم اليوم هو أن يتم مسايرة هذا الموضوع اقتصاديا، أن تنفتح الأسواق، أن يكون إمكانيات لاسترجاع بعض الأنشطة، مثلا في من يعني ابتداء من الفصل الرابع استرجاع الأنشطة السياحية، استرجاع كذلك الوضعية الطبيعية للعرض والطلب مثلا، واسترجاع كذلك القدرات التصديرية الطبيعية. نعلم على أنه كان هناك انخفاض كبير في يعني في 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 سوق السيارات، في منظومة يعني تصدير السيارات وكذلك الطائرات، ولكن إذا تمكننا من يعني بدء التعافي ابتداء من الفصل الرابع، أعتقد أن التدابير الاجتماعية ستكون تدابير يعني كانت في المستوى، على اعتبار أنها مكنت من استرجاع المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية. المهم هو أن المهم هو أن تكون هناك تدابير اقتصادية مواكبة تسرع الرجوع إلى الوضعية الطبيعية، من أجل استفادة من يعني التدابير التي كانت بمثابة واقي من الصدمات الاجتماعية. المهم هو أن نربط الاجتماعي بالاقتصادي لنتمكن من أن نستعيد العافية الاقتصادية والاجتماعية بشكل طبيعي. طيب ماذا عن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية؟ أي مهمة لها اليوم؟ اليوم هناك إشكال كبير من ناحية التوازنات الماكرو اقتصادية في العالم بأسره. نعرف أن هناك دول ستعرف انكماشات تصل إلى 13%، وهي شركاء. هناك منظومة الاتحاد الأوروبي ناقص 10%، والموضوع أعتقد أنه سيكون أكثر. بالنسبة للشق الثاني في التوازنات الماكرو اقتصادية وهي المديونية، اليوم كل دول العالم تسعى إلى الاستدانة أولا من أجل ضمان قدرتها على الاستيراد الطبيعي للمواد التي تحتاجها، وكذلك من أجل ضمان كذلك آليات للوقاية ضد الإشكالات المرتبطة بالتصنيف الائتماني. كل دولة تحتاج
بأن تحافظ على قدراتها من ناحية الاحتياطيات من العملة الصعبة، وكذلك من ناحية الصلابة المالية، بمعنى أنه مثلا في نموذج المغرب نحن درجة استثمار في التصنيف الائتماني، وهذا يتيح لنا إمكانيات كبيرة. إذا استمرينا على هذا المنوال إلى آخر السنة أعتقد بأننا سنكون في المستوى، سنحافظ على 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 النقطة السيادية الوطنية. النقطة الثالثة بالنسبة للتضخم وللبطالة، أعتقد بأن البطالة ستعرف يعني ارتفاعا نسبيا، وهذا طبيعي جدا بالنظر إلى عدم قدرة المقاولات على 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 استيعاب الخريجين، وكذلك ل يعني توجه الدولة نحو يعني تقوية منظومة التوظيف ابتداء من السنة المقبلة وإيقافها بالنسبة لهذه السنة. بالنسبة للتضخم أعتقد بأن المشكل غير مطروح تقريبا. لماذا؟ على اعتبار أن التضخم اليوم هو يعني في نسبة 0.3%، وبالنسبة من هنا لآخر السنة لن يكون هناك تضخم خارق للعادة، ولن يكون كذلك يعني إمكانية للتضخم العكسي. اليوم نحن في مستوى تضخم أعتقد بأنه محترم جدا. نعم بالمعنى والنص، كلام منطقي. طيب أشرت إلى نقطة هامة تتعلق بالتشغيل، هل ما يقترحه مشروع قانون المالية المعدل كافي للحد من فقدان مناصب الشغل؟ خاصة ذكرت القطاع الخاص. أعتقد بأنه يعني الموضوع منطقي جدا، ربط دعم المقاولات يعني بالحفاظ على الأقل على 80% من مناصب الشغل، وهذا أمر مهم جدا. أعتقد بأنه المقاولة لكي تستفيد من دعم الدولة عليها أن تلتزم، وهذا شرط يعني بالبند العريض موجود في يعني على الأقل في مذكرة تقديمية للقانون المالي المعدل. طيب كيف سيعالج مشروع قانون المالية المعدل معضلة تراجع موارد الدولة، وهي نقطة هامة مفصلية دكتور؟ صحيح، المشكل هو أنه هناك يعني معلومات تفيد على أن التراجع هو بحوالي 40% من موارد الدولة، وهذا موضوع مهم جدا ويجب التوقف عنده، على اعتبار أن هناك تراجع في منظومة الموارد الجبايات، كذلك تراجع في منظومة الموارد الطبيعية عفوا، وهذا يعني العادية والغير عادية كذلك، مثلا بالنسبة للخوصصة الأمر غير متاح، لذلك ف40% كانخفاض هو يعني رقم صعب جدا، ولكن الاقتصاد يتيح إمكانيات كبيرة للدولة من أجل هندسة المنظومة الميزانية والقيام بمنظومات حسابية تتيح لها أن توجه الإمكانيات التي تمتلكها نحو الأولويات. وأعتقد أن اليوم اتضحت هذه الصورة، على اعتبار أن حتى وزير المالية صرح بأن هناك منظومة جديدة للموازنات المالية يعني الميزانية، ويمكن قراءة ذلك في الأولويات المرصودة كما قلنا، أو يعني أولوية التعافي وتعافي المقاولات، صيانة المناعة الاجتماعية، وكذلك تقوية منظومة الإدارة المغربية، لأن اليوم وفي المستقبل بالنسبة لقضية الإدارة المغربية هناك فرص متاحة للمغرب. نعلم جميعا أن جائحة كورونا ستمكن يعني ستدفع مجموعة من المقاولات لتقريب مجموعة من الأنشطة في الصين وفي الهند لسلسلة القيمة الجهوية، وهذا الأمر يحتاج منا أن نكون في المستوى لنستفيد من هذه الإمكانية، على اعتبار أن تقوية مناخ الأعمال الوطني مدخله الأساسي هو إدارة قوية، إدارة ناجعة، وإدارة مرقمنة. من بين النقاط الأساسية التي جاء فيها قانون المالية هي قضية يعني استعمال الهواتف واستعمال الآليات الإلكترونية في الأداء. نعلم جميعا أن كان من بين الإشكاليات المطروحة اقتصاديا في الأسابيع القليلة الماضية هو أنه بعد الدعم الذي قدمته الدولة كان هناك يعني مجموعة من الأوراق النقدية يعني تدور في الأسواق بشكل كبير جدا. تخيلي معي هذا الأمر فيه إشكال اقتصادي كبير، لو كانت لدينا هذه الإمكانيات للأداء عبر الهاتف أو الأداء عبر التطبيقات كنا سنتمكن من أن نكسب يعني أمور إيجابية بشكل كبير، وأن نطور منظومة ما يصطلح عليه بالنقود الإلكترونية. هي ليست نقود رقمية ولكن نقود إلكترونية تعزز قدرة الأبناك على التصدي لكافة الإشكالات، وكذلك على إتاحة آليات أخرى للتموين بالنسبة للمواطنات والمواطنين، مما سيشكل يعني أسلوبا ذكيا وبراغماتيا لتقوية منظومة الطلب الداخلي.
الدكتور نجيب الصومعي، كنت سعيدة جدا باستضافتك، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا.